أتمنى تعرف على طريقة وكيفية حل مشكل إلغاء تذكير بالطلبة على تطبيقكم الشئان. قوموا بالضغط هنا، بعد سوف نقوم بالضغط هنا، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الإعدادات، بعد سوف نقوم بالضغط هنا على جهات الاتصال المفضلة، ثم سوف نقوم بالضغط هنا على إشعارات الرسائل الجديدة، ثم سوف نقوم بالضغط هنا على تذكير بالطلبيات. بهذه الطريقة نكون قد قمنا بإلغاء التذكير بالطلبيات. هكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.